الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الكريم. يعني أذن المؤذن ونحن لم نكمل يعني التوزيع، لا زال الصائمون لم يفطرون لأن الترتيب كان يعني متأخر شوي، طبعا متأخر شوي. يعني هؤلاء الأطفال يعني لهم صحة وظروف حاجة الناس في إفريقيا. هناك جعلنا للصائمين الكبار والصغار لم يصومون، كنا نعطيهم صحن أو صحنين، لكن ننظر كيف يأكلون. ضع الصحن، الله المستعان، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كم من الدقائق خلص؟ أعطني الصحن، أعطني الصحن. انتهى الصحن، أليس كذلك؟ انتهى الصحن، انتهى الصحن. هؤلاء الناس وجوعهم، نسأل الله عز وجل أن يغيهم فضله. نحن رأينا مقاطع مثل هذه، رأينا مقاطع مثل هذه ولم أصدق حتى رأيت بعيني ورأيتم أنتم بأعينكم. الصائمون لم يفطرون بعد، الصائمون هؤلاء لم يفطرون بعد لعدم الترتيب. هؤلاء الصائمون لم تكفي حتى هذه الوجبة، لم تكفيهم، لازالوا قائمين. الله المستعان. الله المستعان. وجبة الصائمين، انظروا انظروا، لا زالوا يأكلون من الأرض، انظر يأكلون من الأرض، يأكلون من الأرض. لا إله إلا الله، حقيقة يأكلون من الأرض، يأكلون من الأرض، يأكلون من الأرض. لا أصدق، يأكلون من الأرض، يأكلون من الأرض. الله أكبر، الله أكبر، والله أنهم مسؤول كل من وصل هذا المقطع. يأكلون الذي 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 وقع في الأرض، يأكلونه الذي وقع في الأرض، يأكل كل هذا. عشان انظر انظر عدد لم يفطروا بعد.